فصل شحن. ليه بس فصل شحن؟ بيفصل طبيعي يفصل، لأن أي حاجة في الدنيا لازم تفصل شوية طبعاً. طب اشحنه. لا ما أنا شكلي نسيت الشحن في العربية أساسا. طب قول للأستاذ اللي بخاف منه ده هو يجيب الشحن من العربية. ممكن تسكتي شوية؟ أنا هتصرف، بس اسكتي شوية. أنا لازم أتكلم في التليفون. هتتكلمي، هتصرف أنا عشان تتكلمي في التليفون. يا عوض. تمام يا فندم. هات لي الشاحن بتاعي من العربية. حاضر يا فندم. طب أنا جات لي فكرة، آخد الشريحة بتاعتك أحطها عندي أنا في الموبايل بتاعي وأتكلم. الشاحن جاي دلوقتي، ممكن تهدي شوية بقى؟ ها؟ نهدى شوية. هو أنا كان عندي تليفون الراجل السواق اللي إحنا جينا معاه من المطار. يا ريته ما جابكم المطار. ممكن حضرتك تقعدي وتسكتي الاثنين، ولو مش هتقل عليكي ممكن تنامي زي الأستاذ سامح ابنك. نامي شوية وسيبيني أركز في شغلي بعد إذنك. استغفر الله العظيم، اللي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. يا أكرم في إيه؟ نبقى قاعدين في حالنا فجأة الهم جالنا. يا أكرم في إيه؟ ما تخضنيش بقى. مفيش يا ستي، واحدة اتصلت بيا بتقولي أنا الدكتورة سميحة وجاية من كندا ومعايا عيالي ومن معارف أخوك مصطفى. يعني جم هنا يعني مصر وعايزينك تجيبهم من المطار؟ لا، عايزين أجيبهم الاسم. اسم؟ يا لهوي، ليه في ايه؟ معرفش، انا فجأة اتصلت بيا بتقولي الحقني يا اكرم انا في اسم قصر النيل، وفجأة الموبايل قطع كده برضو. يا اوزو كده العياد ده كله. طب معلش يا اكرم، روح لهم شوف في ايه وخد معاك البطاقة. حاضر. ولو هتجيبهم هنا والنبي بقولي عشان اعمل حسابهم في الاكل. حاضر. ولو هعمل حسابهم في الاكل بقولي عشان اقولك تروح السوق تجيب لي شوية حاجات. طب خلاص، اروح السوق وبعد كده اروح الاسم. لا، هو المحلات دلوقتي قافلة يا أكرم. يعني أنت همك المحلات اللي قافلة مش همك الناس اللي بتستنجد بينا؟ بس يا أوزو بقى معاك حق. خلاص خلاص، روح لهم يلا، دول برضو في غربة. روح اطمن عليهم وبقى طمن. ماشي. بس يا أوزو بقى. الله الله، انت جيتي يا انسة منورة. بنورك. طب بخصوص النور، في كوباية بينج سوبر لوكس تستهلك، انما ايه؟ ايوه كده، اضحكي خلي الشمس تخش، محدش واخد منها حاجة. ممكن اسأل سؤال؟